للمرة الثالثة بتنحسم نتيجة التصويت بالبرايم بفارق صوت واحد، وهالشي بدل قديه المنافسة حامية. خلينا نتابع ردود الفعل ونشوف مين كان سعيد بعودة حسام ومين كان حزين لخروج رافع. وأنا بلاقيكم بكرة بنفس الوقت. شو كانوا يعني متوقعين أنه أنا أطلع يعني؟ ولا تضايقوا لأنك ركضت علي؟ تضايقوا لأنك ركضت علي؟ طيب شو طبيعي سارة؟ حتى لو نحن تاركين حترقي علي؟ صح ولا لا؟ أقول حتى لو نحن تاركين بعض؟ مو يعني شو؟ كيف نزل بعض؟ انظلم، صوته بعقد. جماعة والله حرام، راح رافع منو الحين يغني؟ أعطيني اسم واحد يغني. اسكت. ما اعرف مين انت. وحياة برحمة بي صليت طلبت من السماء اجت على الارض. Do you know what she told me? She goes, if you want to be my, if are you my friend? If you're my friend, you'll vote for Hussam. Who? What? Sada told me that in the bathroom upstairs. She told you. Yeah, she goes, if you don't want to be, if you want to be my enemy, don't vote for Hussam. And I was like, I made up my mind already, Sada. And if you're my friend, you wouldn't put me in that situation. Sorry. I don't really care, but I mean, to put me in that kind of position. No, no, of course he is, but Anna, I knew who just, like... It's not his place, la. Yeah. أنا لما كنت أنا وصارع عم يعد من صد أصوات إلى أنه رافع عنده أكثر. مش حسام. فهمت؟ تعلم. يعني جنب رافع لا، مين بيعمل شغل ومين بيحاول مين. لا 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 لا. Exactly, exactly. طق قلبي، طق قلبي. It's not right. فرق حرام خلص. عادي عادي. لا مش عادي. لا I'm sorry. أنا أكيد ما بيستاهل. يعني he's so serious about his work. يعني the guy wants to work. لا ما لا ليه؟ لا سوري، أنا كل مرة بتعمل فيه نفس الشيء وأنا بسكت. سألت لك شيء؟ هلا لا فت انا بالكب تحت بالمسج عم اقول له انه انت بتعرف انه انا كنت حسوت لحسام بس كنت بدي اعادل وانا قلت له انه على المسرح كنت عم اقول له انه انا بدي اعادل. قالت لي لا انت ما كنت بدك تصوتي لحسام بس يلا ما ماشي الحال. ليش صار انت بتعرفي انت شو؟ لا هلا انا عم ديلينج وذ سمثينج يعني بيجر لا ينزع عليني مني كمان سمثينج اي ديدنت دو. بدك ابعت لك Okay.